وهذه المناسبة الألمة التي لا نتمنى أن تعاد، لابد أن نذكر أننا صرحنا مرارا وتكرارا أن تونس لها حرب ضد الأرهاب، ولكن الحرب ليست فقط تعني الشرطة وتعني الجيش اللي إلى الآن يعني ضربوا ضريبة الدم العالية، وكل مرة هم المستهدفين. اليوم لابد أن نذكر أن الشعب التونسي بتمامه وكماله هو المعني بالأمر، ولهذا لابد أن الشعب يتضامن ويتوحد، ولكن في الحقيقة هو اليوم ليس متوحد. كل يوم نسمع في ناس على أنهم من رجال السياسة هم مهاجمين على الحكومة، هاي مش تعبت، هاي فشلت، هاي مش تعبت على الكيبة، هذوما حقيقة مستهدفين الدولة التونسية بتمامها وكمالها، والحملات هذه تاع وينو دي بترول وينو كذا من هذا النوع، هذوما مستهدفين تونس وأنها ودولتها. ولهذا لابد على الحكومة ووجود رئيس الحكومة اليوم مع رئيس الدولة وزير الداخلية رسالة للجميع، وأن تونس الدولة معنية بالأمر، وأن الدولة هي التي تتحمل مسؤوليتها وستأخذ الإجراءات التي لربما تكون موجعة ولكن لا بد منها. ولهذا فأن رئيس الحكومة سيجمع السلطة المعنية بالأمر هذه الليلة مش غدوة، وفيما بعد سنجمع السلطة المعنية بالأمر يعني في تونس، وإن شاء الله نأخذ الإجراءات التي تأخرت في أن تأخرنا في اتخاذها لأننا حبنا نجتنب كثير من الأمور. لكن اليوم الدك ضرب في الدرمالة، الآن في العتق ما عادش في الورق، ولهذا احنا ماشيين إلى الأمام، اللي مش يخرج على الصف مش يخرجون من الصف. ولذا فأني أعتقد ونحن في الحكومة وفي رئاسة الدولة كنا متفقين أن ما عادش ممكن نرفع علم غير العلم التونسي الأحمر وكذا، وكل العلم لك حل هذاك متاع الناس هذوما، ولهذا في تونس يعملوه ما عادش مقبول. والحزب اللي يحب يواصل في هذا، أنا نطلب من السيد رئيس الحكومة أن يراجع موقف الدولة في الرخص على هذا الحزب، وهذا طلب جماعي. ولهذا من اليوم رأوا تونس الكل مجلة شعب ودولة وحكومة وسلطة، ومن لا يريد أن يكون معنا فليأخذ حريته وفي أمن الله وحفظه، بحيث نقول شعبنا هذه رأي ضربة موجعة وما يشي ضربة للتوانسة فقط. اليوم في نفس الوقت في فرنسا عملية مفاجئة، اليوم في نفس الوقت في الكويت تم عملية مماثلة، اليوم السيد رئيس جمهورية فرنسا طلبية تليفون واتفقنا وأن هذه العملية رأي ماشية للجميع، لأن ما تم دولة إماما على الإرهاب. ولهذا أحنا في تونس مش ناخده احتياطاتنا ومش نطلبه من شعبنا باش يتجنب، بيخليش فقط مثلا تاع بوليس ولا مثلا تاع جيش، وباش نوصلوا العملية هذه يعني بدون هوا. هذا اليوم فأن تونس كلها مجلة حيث هذا، والتغريق الكل ما عاد قابلين وراه، وإلى الأمام والله ولي التوفيق.